بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الثالثة، أرحب بكم في محاضرتنا المرقمة 12 للإنجينيرينج أناليسيس. في هذه المحاضرة راح نتطرق على الانفيرس ترانسفورم. مثل ما كان سابقا لللابلاس ترانسفورم اكو انفيرس لابلاس ترانسفورم، أيضا في هذه المحاضرة راح نتطرق على الانفيرس زد ترانسفورم. أؤكد على أنه الانفيرس زد ترانسفورم راح يعتمد على مقدار حفظك وفهمك للجدول السابق المذكور في المحاضرة رقم 11 بالصفحة رقم 27. لذلك هاي المحاضرة تعتمد أيضا على الجدول، على مقدار فهمك وحفظك ومعرفتك له. طيب زد الانفرس زد ترانسفورم راح يحول لنا الدالة من الفريكونسي دومين، رجعنا علما للتايم دومين بس ديسكريت لا ننسى. اذا الزد ترانسفورم الانفرس زد ترانسفورم راح يحول لنا الدالة من الفريكوانسي دومين ورجعناها الى التايم دومين. لو ناخذ مثال، فايند ذا زد ترانسفورم اوف ذا فولوينج فانكشنز اف اوف زد، بمعنى يعطينا اف اوف زد نريد الاف اوف كي. اف اوف زد يساوي لك زد على زد ناقص 4. من الجدول نشوف بانه عباره عن نرجعها، يعني كانما هي عباره 4 اس كي مضروبه في يو اوف كي، 4 اس كي مضروبه في يو اوف كي. اوكي، هذا ذلك انما 4 اس كي مضروبه في يو اوف كي. f of z تساوي لنا z على z ناقص 1 وكانما هي u of k من الجدول. اوكي، ترجعها لاصلها 1 على 1 ناقص اس 1 ومعناها هي u of k. طيب f of z يساوي لنا z زائد 2 z اس ناقص 1 ناقص 9 z اس ناقص 2، وكانما z ترانسفورم الهاي ايش راح يساوي لنا؟ z هو عباره عن دلتا فانكشن بس بيشفت ايش قد مقداره 1 k زائد 1 2 زائد 2 زد اس ناقص زد، ما كانما 2 دلتا اوف كي بس شفت ايش قد مقداره ناقص 1 ناقص 9، ايضا ما شفت ايش قد مقداره ناقص 2 دلتا اوف كي دلتا اوف كي ناقص 2. اوكي، هاي ايضا للجدول الطلاب. اف اوف زد يساوي لنا زد زائد 3 على زد ناقص 2، هاي ما موجوده بالجدول مباشره بس يرادنا نسوي لها ترتيب معين حتى نطلع الداله مشابهه الموجوده بالجدول. فايش نسوي؟ نقسم، تعرف انه المقام راح يتقسم على البسط، زد على زد ناقص 1 زائد 3 على زد ناقص 2 قسمناها. هذا موجود بالجدول، اوكي ما عندنا مشكله، بس هذا ما موجود. الموجود بالجدول هو عبارة عن زد على زد ناقص 2 بس هنا زد ماكو، فشو اسوي؟ اضرب في زد، اضرب في زد واقسم على زد. شوف ضربنا في زد قسمنا على زد حتى نحصل على دالة مشابهة للجدول. طيب اذا هذا راح يكون مشابه للجدول، 3 هو ثابت طلاب ما عليه، زد على زد ناقص 2 اكو ما يشابه بالجدول. طيب ما معنى زد هنا البقية راح ارفع عليه فوق؟ ما معنى هذا؟ شو يمثل لك؟ زد على زد ناقص 2 هو عبارة عن 2 اس كي، لكن هنا هو 2 اس كي بس الكي ايش قد بيشفت؟ ناقص 1، ما معنى 2 اس كي ناقص 1 هنا، هنا 2 اس كي بينما هنا 2 اس كي ناقص 1، ليش؟ لأنه زد اس ناقص 1 ما معناه عندنا شفت، واضح؟ كي اس ناقص 1 ما معناه عندنا شفت تو رايت، يعني بالاتجاه هذا. مضروبة في اليو اوف كي ناقص 1. ما في مشكلة. إذا 2 أس كي يو أف كي زائد 3 تنزل، هذا شفت هو هو أصله 2 أس كي، والكي هنا قلنا شفت إيش قد مقداره؟ سالب 1، إذا كي ناقص 1 مضروب في اليو أوف كي أيضا سالب 1 بالشفت. مثال آخر تبع علي، هنا راح نلتجي إلى البارشال فراكشن اللي أخذناه وين؟ باللابلاس ترانسفورم. لمعالجة الدالة وتقريبها إلى الجدول المعلن في الورقة رقم 27 من المحاضرة السابقة. إيش راح نشوف؟ إنه f of z تساوي لنا 2 z تربيع ناقصا z over z ناقصا 5 dot z plus 4. نشوف ناخذ عامل مشترك هنا هو راح يكون ال z، طبعا الاثنين متأثر، فيصير z مضروبة في 2 z ناقصا 1 على z ناقصا 5 مضروبة في z زائدا 4. الفرق الوحيد هنا الطلاب بالنسبه للزد ترانسفورم، ما راح ناخذ هناك كنا ناخذ اف اوف اس وحدها، هنا لا راح ناخذ اف اوف زد مقسومه على زد. دائما بالبارشال فراكشن بالزد ترانسفورم راح ناخذ اف اوف زد مقسومه على زد، ما
ما معناه، حتى اقول اف اوف زد، نقسم عندي زد هنا، اقسم طرفي المعادله على زد، فايش يصير؟ اف اوف زد على زد، لما اقسم هذا على زد راح تروح هاي الزد، ايش يبقى؟ يبقى 2 زد ناقصا 1 على زد ناقصا 5 زد زائد 4. طلاب هاي ستاندرد تاخذوه بالبارشال فراكشن. ليش نلتجي البارشال فراكشن؟ لان هاي الداله ما عندنا مشابه لها بالجدول مال الزد ترانسفورم. طيب عندي جدول يا طلاب، حال اللابلاس ترانسفورم اللي اخذناها، اذا ما عندي تربيع للقوس، اوكي؟ اذا عندي ما معناه بيج حاله قيمتين او كونستانت اثنين، واحد اي واحد بي. اذا الاي على زد ناقصا 5 وزائدا البي على زد ناقصا 4. طيب شلون اطلع اي؟ الاي يساوي لك الاف اوف زد على زد مضروبه بمن؟ زد ناقصا 5، عندما زد ايش قد نساوي؟ هذا بالصفر، زد ناقص 5 يساوي صفر، اذا زد يساوي لنا 5. اذا اضرب هاي الداله بايش اضرب؟ اضرب هاي في زد ناقص 5، فيختصر هذا مع هذا ايش راح يبقى لنا؟ فقط 2 زد ناقصا 1 على زد زائد 4، عندما زد ايش قد تساوي؟ 5، اعوضها يساوي لنا 1. كذلك البي، البي ايش راح يساوي لك؟ اف اوف زد على زد مضروبه في المقام مال البي اللي هو زد زائد 4، اديا زد نساوي زد زائد 4 يساوي صفر، اذا زد يساوي لنا سالب 4. نعوضها، يعني هي نفس النتيجه راح تختصر هاي ويا هاي تختصر، يبقى لنا 2 زد ناقص 1 على زد ناقص 5، نعوض مكان كل زد بايش؟ بناقص 4، النتيجه راح تساوي 1. اذا الاي طلعنا 1 والبي 1، نجي نعوضها هنا، اذا اف اوف زد على زد يساوي لك 1 1. هسه اضرب طرفي المعادله بايش؟ بزد، فاف اوف زد هنا يصير زد هنا يصير زد. طيب هسه هذا عندي هذا الزد ترانسفورم عندي مشابه له بالجدول اللي هو شنو راح يساوي؟ 5 اس كي، 5 اس كي، هذا ايضا مشابه بالجدول عندي، بس هناك تبع عليه بالجدول، هنا ناقص، هناك ناقص بالجدول، هنا عندي زائد، معنى هذا ناقص 4 اس كي، ناقص 4 اس كي. ليش ناقص 4؟ لان بالجدول تقول زد ناقص 4، بس هنا زد زائد 4، نقول اذا عندي حاله ناقص، اذا ناقص 4 اس كي. الحالة الأخرى f of z يساوي لك 1 على z ناقص 1 مضروبة في z زائد 2، تبع عليه هنا طلاب، هنا z ماكو، فاحنا دائما قلنا هاي هيج فورم ما موجود عندي وين بالجدول، فالتجي إلى طرق البارشال فراكشن. طيب احنا قلنا بالبارشال فراكشن لازم يكون عندي z f of z على z، إذا بما أنه ما عندي z أضرب الطرفين في z. هنا أضرب z، اضرب البسط والمقام في زد، هذا في زد على زد، شو يصير؟ هذا يؤدي لانه اف اوف زد، اف اوف زد تساوي هنا العفو طلاب، هنا مو دوت تساوي لنا، اضرب هذا في زد واقسم على زد، اف اوف زد هنا يساوي، اضرب فيه واقسم على زد، بمعنى اف اوف زد ايش راح تساوي لي؟ زد على زد، يعني كانه ما سوى شيء، هذا وهذا يختصر كانه ما داله ترجع في المعادله. هسه شو اسوي؟ اقسم طرفي المعادله على زد، او مباشره يقول لك طلاب اقول اقسم طرفي المعادله على زد، يحتاج اضرب اقول اف اوف زد على زد، هاي اقسم اذا على زد، يطلع لك هاي النتيجه، واضح؟ هسه كم جذر عندي؟ كم جذر عندي؟ زد زد ناقصا 1 زد زائد 2، ما معناه 3 جذور، ما معناه 3 كونستانت، ما عندي تربيع هنا، اوكي؟ اذا اي على زد زائد ب على زد ناقص 1 زائد س على زد زائد 2، نفس الطريقه الاي ايش قد راح يساوي لنا؟ هو الاف اوف زد في زد، عندما زد ايش قد تساوي؟ نساوي هذا بالصفر، ومعناه يصير صفر، فمعناه نجي نعوض هاي الداله النتيجه مالتها، حاصل ضرب هذا في هذا، يبقى لنا 1 على زد ناقص 1 زائد زائد 2، لان زد ويا زد تختصر، فنعوضها يطلع لنا ناقص نص. ايضا البي نفس الحاله، البي البي ايش يساوي لنا؟ اف اوف زد في زد ناقصا 1 عندما زد ايش قد يساوي لنا؟ 1. يطلع 1 على 3، والسي هو ايش راح يساوي؟ اف اوف زد على زد في زد زائد 2 عندما زد ايش قد يساوي لنا؟ ناقص 2. ويطلع لنا 1 على 6، طلعنا كل القيم، فاف اوف زد الاي طلعناه ناقص نص، البي هو ثلث، والسي سدس. هسه اضرب طرفي المعادله في زد، ايش راح يبقى لنا هنايا؟ ناقص نص زائدا شو يبقى لنا؟ ثلث، فيصير ثلث زد على زد ناقصا 1 زائدا سدس زد على زد زائدا 2.
طيب الزت ترانسفورم الهاي هو عبارة عن شنو؟ نصف دلتا اوف كي. زت ترانسفورم الهاي من الجدول هو يو اوف كي مضروبة في 1/3 زائدا الزت ترانسفورم الهاي هذا كونستانت 1/6 هو شنو هو؟ بالجدول عندنا ناقص زت على زت ناقص 2 بس هنا عندي زائد ما معناه ناقص 2 اس كي. ناقص 2 اس كي يو اوف كي. اوكي؟ طيب مثال اخر طلاب انتبه علي. هنا عندي زد على ز على 1 ناقص 5 زد اس ناقص 1 زائد 6 زد اس ناقص 2. طيب هنا عندك بالبسط بالمقام بالناقص بينما بالبسط بالموجب. اذا اضرب في اعلى قيمه بالمقام، ايش قد اعلى قيمه؟ هي ناقص 2. اذا اضرب في طرف البسط بالمقام في زد تربيع. اضرب في زد تربيع واقسم في زد تربيع. فزد تربيع في زد يصير زد تكعيب، زد تربيع في 1 زد تربيع، زد تربيع في 5 زد اس ناقص 1 5 زد، وزد تربيع في زد اس ناقص 2 ومعناه 1 في 6 يصير 6. اذا عندي هاي الداله طلاب اف اوف زد مالتي هي الداله. اشوف هل ان الباسط الاس الباسط اصغر من او يساوي اس المقام؟ لا اكبر، ما معناه لازم حتى اخلي البسط اس او لين اس البسط 3 بينما اس المقام على اس المقام 2، فلازم اقسم اسوي قسمه طويله زد تكعيب تقسيم هذا. ايش قد بيها؟ بيها زد، زد في زد تربيع يصير زد تكعيب، زد في ناقص 5 زد يصير ناقص 5 زد تربيع، وزد في 6 6 زد. هسه راح اطرح زد تكعيب ناقص زد تكعيب صفر. طيب هنا صفر ناقص ناقص 5 زد تربيع 5 زد تربيع، صفر ناقص 6 زد ناقص 6 زد. اذا اصبح الاوردر مال المتبقي هو نفس الاوردر، ممكن انه نكتفي بالقسمه الطويله ويساوي لنا جد النتيجه هي زد زائدا حاصل قسمه هذا الجزء المتبقي على المقام. طيب اعتبر هذا كانما عندي داله جديده اسميها اف 1 اوف زد، بعد ما اوجد الاف 1 اوف زد ارجعها هنا. اوكي؟ اعتبر بان الاف 1 اوف زد هي داله جديده عندي اللي هي هاي، احاول اوجد البارشال فراكشن مالتها، بعد ما اكمل ارجع للاعوض هنا بالداله ارجعها، لان اف 1 اوف زد هي هاي. اوكي؟ عندي عامل مشترك اطلع زد عامل مشترك من الباسط. قسم الطرفين المعادلة على زد، ف f of f1 of z على z ايش راح يساوي لنا؟ يساوي لنا 5 z ناقص 6 على z ناقص 3 z ناقص 2. عندي جذرين، اذا عندي a على z ناقص 3 زائد b على z ناقص 2. اذا ال a شلون اوجده؟ هو f of z مضروبة على z مضروبة f1 of z على z مضروبة في z ناقص 3 عندما z ايش تساوي لنا؟ z ناقص 3 يساوي 0 z يساوي 3. عوضها للنتيجة تطلع لنا 9. كذلك البي ايش يساوي لنا؟ اف اوف زد اف اوف 1 زد على زد مضروبة في زد ناقصا 2 عندما زد ايش قد تساوي؟ تساوي 2، فنعوضها تطلع لك ناقصا 4. وجدنا الاي والبي حطها عوضناها هنا، نضرب الطرفين هسه في زد حتى تطلع اف 1 اوف زد، وجدناها اثنيناتهم عوضناها، نضرب الطرفين المعادلة بايش؟ في زد، فيطلع لنا f1 of z يساوي لنا 9 z على z ناقص 3 ناقص 4 z على z ناقص 4. هسه وين ارجع ال f1 of z؟ للمعادله مالتي هاي f1 of z، ف f of z الاصليه الداله اللي بنطلعها بالسؤال تساوي لنا z زائد ال f1 of z. هذه ال f1 of z، اذا f1 of z يعني. طيب هسه راح اوجد الزت ترانسفورم انفيرس زت ترانسفورم هالداله في ال f of k. زت شو يساوي لنا؟ انفيرس زت ترانسفورم هذا هو الرمز مالته، انفيرس زت ترانسفورم للاف اوف زت هي راح يساوي لك اف اوف كي. ايش راح يساوي لنا؟ هذا عباره عن دلتا بس بيها شيفت باتجاه الليفت، اذا زت يساوي لنا كي زائد 1. اوكي؟ زائد 9 هذا شو يمثل لنا؟ 3 اس كي يو اوف كي ناقصا 4 2 كي 2 اس كي يو اوف كي. هذا نفس الطريقة طلاب،
حاول انت تفتهم هذا المثال. نفس الشيء لازم تقسم، لان ليش؟ لان اس الباسط اعلى من اس المقام، فتسوي قسمه طويله، متك على القسمه الطويله. بعد ما تشوف بانه انخفض معامل الزد هذا ياته، سوي قسمه طويله. اوكي، النتيجة ايش راح يصير بهيج حالة؟ راح يكون عندنا 12 زد زائدا 14، اقسمهم على زد تربيع زائدا 4 زد زائدا 4. وهاي ايضا تعتبر اف 1 اوف زد. توجد له البارشال فراكشن، وجدت له البارشال فراكشن، راح نستمر به طلاب، لانه انا اعمل التربيع حتى اعطيك علمك شلون تستخدم التربيع. إذا قسمنا طلاب، وجدنا بأن النتيجة مالتنا هي 12 زائد زائد 14 مقسومة هذا. طيب إذا هي عبارة عن راح يساوي زائد ناقص 4 زائد المتبقي على قيمة المقام. إذا نعتبر هذا هو اف 1 اوف زد. بعد ما وجد اف 1 اوف زد أرجع أعيده هنا في المكان هذا. إذا اف 1 اوف زد راح يساوي 12 زائد زائد 14 على زد تربيع زائد 4 زائد زائد 4. طيب بما انه ما عندي زد، فاضرب في زد او اقسم طرفي المعادله على زد، يعني اما تضرب في زد تقسم على زد، او تقسم طرفي المعادله على زد، يصير خلينا نمشي مثل الاكزامبل الموجود. اضرب في زد واقسم على زد، ايش راح يصير؟ زد على زد بضرب في هذا الجزء وبضرب في هذا الجزء، هذا كانما هو مربع كامل، انتبه عليه، مربع كامل ومقدار زد زائد 2 كل تربيع. بس اقسم طرفي المعادله على زد، اف اوف اف اف 1 اوف زد على زد، ايش راح يساوي لنا؟ 12 زد زائد 14 على زد زائد 2 كل تربيع. هسه احاول اسوي هاي البارشال فراكشن، انتبه عليه، هنا عندي زد زائد 2 كل تربيع، هنا عندنا جذرين، جذرين لنفس الزد زائد 2، ما معناه انا وعندي هنا زد، ما معناه عندي ثلاث جذور. احدهما راح نعتبره بما انها حاله تربيعيه اللي هي مشابهه لللابلاس، ايش راح نسوي؟ هذا المو تربيعي راح نفرض له اي، بمعنى اي على زد، بينما هذا التربيع راح نفرض له كي نوت على زد زائد 2 لكل تربيع زائد الكي 1 على زد زائد 2 بدون تربيع. نقلل الاسمات مثل اللابلاس ترانسفورم. طيب الاي ايش راح يساوي لنا؟ الاي يساوي لنا اف 1 اوف زد على زد اللي هو هذا مضروبه به بالزد، ها زد يساوي صفر، هاي هي نعوض زد صفر يساوي لنا 7 على 2. كي نوت هو ايش راح يساوي لنا؟ اف 1 اوف زد على زد مضروبه بايش؟ بزد زائد 2 تربيع، عندما زد ايش قد تساوي؟ نساويها بالصفر، زد زائد 2 صفر، اذا زد يساوي لنا ناقص 2. اذا راح يطلع لنا النتيجه نعوضها. الكي 1 هو ايش راح يساوي لك؟ اف 1 اوف زد على زد مضروبه بما؟ بزد زائد 2 تربيع، بس شنو المشتقة مالتها؟ تربيع، عندما زد يساوي لنا ناقص 2 ناخذ المشتقة مالتها، المشتقة الأولى مثل اللابلاس ترانسفورم ما كانت تربيع. إذا ضربتهم طلع لي اشتق هاي المعادلة، ومن طلع لي الاشتقاق أعوض مكان كل زد بإيش؟ سالب 2، إذا طلعت لي سالب 7 على 2. إذا وجدنا الـ A، وجدنا الـ K0، وجدنا الـ K1، نعوضهم هنا هاي المعادلة، وجدناهم، نضرب طرفي المعادلة في Z، إذا 7 على 2، Z على Z زائد 2 كل تربيع، ناقص 7 على 1، Z على Z زائد 2. أجي أرجع عندي الـ F of Z هي عبارة عن Z ناقصا 4 زائد الـ F of Z، F of Z طلعناها، هي منين جت F of Z لنا فرضناها؟ أوكي؟ طيب هسه أوجد الـ F of K، F of K هو ايش راح يساوي لنا طلاب؟ هو الـ Inverse Z Transform للـ F of Z، بس نشوف هنا ما عندنا مشكلة، عندنا Z 7 على 4، هذا ما عندنا مشكلة بيه، بس هنا الطلاب انتبه عليه. عندنا هنا الستاندر مالتنا هو شو يقول؟ يقول اذا كان هنا عندي اي، هو اي زد على زد ناقص اي كل تربيع بالجدول، اي زد على زد
ناقص اي كل تربيع، الاي هنا ايش عند قد عند الاي؟ ناقص اثنين، فمعنى لازم عندي هنا ناقص اثنين، ما عندها ناقص اثنين لازم اضرب في ناقص اثنين واقسم على ناقص اثنين، اذا ايش راح يبقى لي الكونستانت هنا؟ 5 على سالب اثنين، ومعناها يصير سالب، اذا سالب 5 على اثنين، وهنا النتيجه ايش تكون؟ تكون سالب اثنين اس كي مضروبه في كي، سالب اثنين اس كي مضروبه في كي واوف كي 5 على 2. اوكي؟ هنايا موجوده عندي ستاندر، ما عندي كل مشكله بيها. اللي هي ايش راح تساوي لنا؟ ناقص 2 كي، لا مو ستاندر، عفوا الستاندر موجود هو زد على زد ناقصا اي، والاي هنا ايش قال؟ ناقصا 2. اذا ناقص 2 اس كي ناقص 7 على 2 مضروبه في ناقص 2 اس كي يو اوف كي. ناقص 7 على 2 ناقص 2 اس كي يو اوف كي. اوكي، هاي التذكير والقوانين من الجدول. اذا نجي هاي الاف اوف كي هي زد ترانسفورم للكل، وجدنا لهذا ولهذا، باقي لنا شنو؟ ناقص 1 على 8، منين جاء ناقص 1؟ عند 2 كونستانت، ناقص 4 زائد 7 على 2 اجمعهم يطلع لك ناقص 1 على 8، اذا ناقص 1 على 8 دلتا اوف كي. زائد دلتا اوف كي هنا عندي شفت مقداره 1 باتجاه السالب، اذا دلتا اوف كي زائد 1، ونكمل البقيه الداله اللي تكلمنا عليها. عندنا اكسرسايز طلاب، حاول تحلها رجاء لان كلش مهمات. فايند ذا انفرس ذات ترانسفورم ذا فلاون، قاعد منطق الاجابه مالته. بنهايه الحلقه اتمنى لكم حسن الاستماع والاستفاده، نلتقي بكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى ومحاضرات اخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.